الصراحه الجديده. الكودة ولا عيد الحب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد بتاع الجريدة يقول العنوان عيد الحب يحرمه عبد الحي ويبيحه الكودة. شوف، لا عبد الحي ولا الكودة ما عندهم حد يحرم ولا يبيحوا الاثنين، لانه الاباحه والتحريم هو حق للشارع، هذا من حق الله تعالى والنبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده انت ما بتقول عبد الحي يبيح ولا الكوده يبيح ولا ابن باز يبيح، ما بيح ابن باز ولا كوده ولا غيره. الاباحه في الشرع والتحريم في الشرع. انت ممكن تقول العالم الفلاني قال كذا، العالم الفلاني يرى كذا، ده لو كان عالم معتبر. اما عبد الحي ده اخو مسلم، فهمت كلامي؟ اباح عيد الحب ولا حرمه؟ في النهايه اخو مسلم، وانت ما ممكن تاخذ دينك من واحد اخو مسلم، لانه الاخوان المسلمين عندهم الفتوى مربوطه بالمصلحه. انت فاهم المعلومه دي؟ الفتوى عندهم مربوطه بالمصلحه. إذا كان اليوم عندهم مصلحة في الأمر ده يقول لك ده حلال، بكرة ما عندهم فيه مصلحة يقول لك حرام. محمد حسان في مصر، ده الحي ده ما صعب، محمد حسان مصري أخو مسلم برضه، ده زمان كان بيقول لهم الغناء حرام والأدلة على حرمة الغناء وكل ما بيجوز. أول ما قامت الثورات وحصلت الجوطة دي، ده قال لهم لا، القناة ده من الغناء منه حلال ومنه حرام، حسن وحسن وقبيح وقبيح. اصلا ده بيتحوروا حسب المصلحه بتاعتهم. زمان حسن الترابي، انتوا الناس الكبار حاضرين العهد ده كله، حسن الترابي زمان افتى الشعب السوداني بانه لابد من الجهاد في الجنوب، ويا قرن يا ساسه ويا اخص الساسه، البلد بناسه والشريعه اساسه، شريعه شريعه ولا نموت. مرق الناس وداهم جهاد جهاد مشوا. المهم انت عارف حتى زمن جماعة الترابي قبلوا عليه، علي عثمان ده ما رباه الترابي، انت قال رباه منه؟ رباه الترابي ذاته، قبل على الترابي قديش اللوط في اربع رمضان. انت عارف الترابي قلب عليهم قال لهم ما في جهاد، ما تدل قال فطاي الساي ما في جهاد في الجنوب، وما وديته انت. وزمان عرس الشهيد بدوا في حلتنا عملوا غلبه، يموت واحد انت عارف، او الجماعه يجيب طوالي جارين باثنين لاند كروزر شايلين لهم عدس وصفيحه جبنه واثنين كيلو دكوه، وجاءوا عرس الشهيد وعقدنا لهم الترابي عقد لوحدين في الجنه، وده في النهايه طلعوا فطايس كلهم، قال ما في جهاد، وده اصلا قال ما عنده علاقه، والماتوا ده قال ماتوا ساي فطايس في النهايه. ده الترابي. دين الاخوان المسلمين كله دين مبني على المصلحه، مصلحته الليله في الشدة حلال يبقى حلال، حرام بكره يبقى حرام. وده كده شوف الكودا لما بدا في الاول بدا صار سنه، كان مع المركز العام صار سنه، ده الكودا. بعد شويه تحور الكودا وزول ما عنده اخلاق، فهمت؟ حتى تعامل واخلاق طيبه عشان يقدر يفهم بها ذاته ما عنده، زول اخلاقه فيه زي ما بقول لك الناس في راس نخرته. شوية شوية الكودا مشى شد انشق براه من المركز العام وصار السنة، فهمت؟ كون حزب اسمه حزب الوسط، معاه واحد كان اسمه لؤي عبد الله، يعني عاصرناهم زمان في جامعة خرطوم، عملوا جوطة كده فترة وطفش الكودا، مرت برا السودان، عدى فترة. الآن الكودا عاد بأفكار علمانية، ما دي أفكار علمانية عادية كده ده، فهمت؟ وكون يجي يقول لك يبيع عيد الحب، ما ده متوقع منه، دي متوقع منه. وعبد الحي يوسف ما يعجبك كون قال عيد الحب حرام، تقول حرام ما تقول حرام، في النهايه انت اخو مسلم، اخو مسلم في النهايه، ولا يقال لهم اي فتوى، عشان كده ما تصحى من رقبتك بهم. دي نفس الناس في النهايه فتواهم دي راجين منها مصالح معينه، انت الفتوى لارضاء الشعوب. عيد الحب زي ما كلمك الاخ شهاب قبل شويه، ده اصلا مبني على عيد بتاع كفار اصلا، انه واحد فلنطين ده ذهب نفسه وكتم نفسه
طلع نفسه كده في دال المحبين. بعد ذاك الجماعة بيجوا بيتلملموا في اليوم بتاعه ده ذاته اللي مات فيه فالنتاين ده، بيجوا بيتلملموا أي واحد عامل شاب يحب البنت، فهمت كلامي ده؟ بيجي بيقدم لها هدية، وده شايلين وردة، فهمت؟ وده شايل لها ظريف أحمر مكتوب فيه بريدك وبحبك وبياناتك وما شو ما عارف، اكتبوا يمدوا ليها. أولا يا إخواني عيد الحب ده بشكله ده ذاته، رغم إنه بيمثل دين ما ديننا نحن، زيد على ذلك الممارسات دي ما بتشبه ولا ثقافتنا نحن ذاته، حتى من ناحية الثقافة. أنت هسه في ثقافتكم حصل يوم من الأيام رجيت بالتبديران بوردة يوم الباب، أنت شايلك وردة وراجيها بها برا دي من ثقافتك؟ أنت ما بتعرف كلام زي ده. ولا حتى في عرفنا السائد في مجتمعنا أشياء زي دي إحنا ما عندنا، لكن ظهرت عندنا جديد. وبيقول الشباب في الجامعات انت بدك طلعتها من البيت باعتبار انه تمشي تقرا، ولد بنت طبيبه ودايره تمشي تقرا تتعلم، وانت ما جايب خبر بدك بالصيف وشنو انت ما عارفه. مرقت من هنا شهرين ثلاثه دفاتر، الدفاتر ديل بقفلتهم دي بتقرا جامعين مقفولات، ما بتفتح دفتر ولا بتكتب فيه كلمه واحده. وصلت الجامعه هناك عندها واحد راجيه من جنب الباب استلمها، طوالي مشي شافوا لهم شجره قاعده تحتها، انت كلامي؟ جابوا عصير انتهى، مش جابوا سندوتشات انتهت، جابوا سكريم انتهى، قهوة انتهت، شيرية والمغرب بتك بكلها في دار شجرة ليدوم. ودي الدكتورة الراجية انت والناس عشير رقبتهم، دكتورة دكتورة لما تجيو تجيلة خلاص جاهزة للولادة. دي بيشنو السندل قاعدين في الجامعات يقول لك عيد الحب والليلة عيد الأم وبكرة عيد الطفل وعيد الوردة. بالطريقة دي استباحوا الأعراض، انتهكوا أعراض بتاعت المسلمين كل باسم عيد تحب وما عيد تحب. وين الحب ذاته؟ وين الحب؟ انت تحب بلاش ناس ذاته؟ انت ما عندك مؤهلات تحب ذاته؟ انت ما انت عندك مؤهلات؟ انت مؤهل عشان تحب ما عندك؟ يعني اصلا انت قلت انت قلت لها بحبك، اها يحبني شديد شديد، وانت برضو انا بحبك خلاص راح عرفني راح لابوي تقدر؟ ولا لا والله ما جايز ما جايز بتحب ساي ما يكتب. انت عندك مؤهل تحب ولا ما عندك؟ الحب ده دار مؤهلات تتزوج، لانه اصلا الحب في النهايه الغرض منه الزواج، ولا كان ده غرض ثاني. انت بتحب ليه؟ انت تتزوج ولا لولا وساي؟ عندك موضوع تاني انت في راسك؟ انا بتكلم مع الشباب اللي عندهم مشكله في الموضوع ده، فهمت؟ انت حبيت اي امراه الشرك عارفه انا في الشرع هذا الحب اما ان يمول الى الزواج. طوال انت حطيتها لا تتونس في الواتساب لا فايبر لا ما تعرف شنو، خلاص مش انت بتحب المراه دي؟ كويس، ترضى بها زوجه ليك وام لابنائك تقبل بها ولا ما بتقبل؟ تعرف لو سالتها اي واحد سؤال زي ده بقول لك لا لا لا، انت بتقبل بها البنت تكون ام لاولادك بعدين؟ بقول لك لا. ليه ما بتقبل بها؟ بقول لك لانه دي ما بتلف مع الاولاد وكده. طيب انت لافي معاه مالك؟ شوف امراه انت ما بتقبل بها تكون زوجه تكون ام لابنائك وتكون على قدر من الدين والتقوى والاخلاق، وهي لو عندها دين واخلاق ما بتتونس معك. عشان كده من الوحده تقابلها كده من دلات تعمل لها كده تجيك لازم نعملها، دي ما بتنفع تبقى لك مره بعدين، لانه دي ما بتصلح تربي لك ابناء وانت ما حتثق فيها ذاته ابدا، ما حتثق فيها يوم من الايام. ليه؟ لانه انت جبال نجيت سهله، اول ما قلت لها كده جاتك النجيت سهله دي ما بتثق فيها بعدين انت كله، وحتكون حياتك معاه حياه مريره، لانه حياه ما مبنيه على دين ولا على تقوى. اما المراه الصالحه اللي بتنفع لك انت بعدين عشان تقول لها انا احبها دي انت مددتها، وانت تقدر تمد يدك ذاته. ربنا قال ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذيني. المراه المحتشمه المؤدبه المحترمه انت تقدر تشغل ذاته. انت كان شفت لما جات الجماعه تلقاهم قاعدين في الدور اول ما تجي ماشيه من هناك يقول لك مولانا جاء ما في كلام، هو بيتكلم معاه ما في، هو بيسمعها كلمه كعبه ما في. ليه؟
لانه حجابه وحياه بقى لها حمايه من ربنا سبحانه وتعالى، تبقى لها حمايه وحراسه. عشان كده ما الموضوع بتاع عيد الحب وما عيد الحب ده اصلا عباره عن موسم من مواسم الفساد الاخلاقي، ده الموضوع كله. عشان كده انت في البيت لو جبت كلمه قلت لك انا عيد الحب وانا داير لي هديه وديتها قروش، اعرف انك انت ساهمت في فساد بيتك، انت افسدتها، لانه ده عباره عن موسم بتاع فساد وقله ادب. امشوا الحدايق، امشوا وين؟ وده كله يا اخواننا شيء ما عنده علاقه بديننا، نحن ما عنده علاقه بديننا ولا باخلاقنا. لكن سبحان الله الان الابناء والبنات فلتوا من ايدي الناس، والله فلتوا من يدهم. المره تلقى نفسه كويس ومحتشمه، خليك من الحجاب الشرعي، لبسنا السوداني ده لا ترى لبس محتشم ورابطه راسه تمام وهدوم ما شاء الله تخينه وكثيره كده، تلقى بنت لابسه قطعتين بس، مش هتكون لابسه هنا بنت قطعتين لابسين، وامها ما تقدر تقول لها كلمه واحده، تفتح خشومه معاها تقول لها انت مالك ومالك، انتم متخلفين ذاتكم، الناس زمان ديل متخلفين ما بتفهموا. نحن تحضرنا، اتحضرتي تعري بالعيره الحضاره كده، لكن ده بنت مع اصلا تربيه بتاع التلفزيون فهمت وقنوات فضائيه وتربيه بتاع واتساب، ترى اتوقع اي حاجه على اي حال. المهم ده الموضوع ما في حاجه اسمها عيد حب يا اخي، انت دار تحب امشي عيد مرتك، انت مرتك بتحب هسه؟ والناس كايزين يفكوا منا ذاته والله، بعد الكتاب واسبوعهم دار كايزين يتخارجوا منا، وتلقى حريص على البنات الثانيات ديرك قاشر كده ولابس وبتاع، انت مرتك كيف قاعد تكسرها في البيت؟ دي اقول لك دي يا اخي انا بس بكوز قتال وانا بصبح عشان مفكر خارج من البيت ذاته انا. طيب ده الحب هي جوا البيت، ده الحب الحلال، حب مرتك عندك كلام سامح قدرت تقوله في كلام حركك قوله للمراه، ما مزوج اصبر لما تتزوج احتفظ به فهمت، جيب لك نوت اكتب عجبتك جمله لبياناتك مقلوزه اكتبها في النوت بتاعتك دي، بعدين اول ما تتزوج تعال اقرا لمرتك كل النوت دي، ده حلال قول زي ما داير انت، ده الحلال اللي ربنا حللك. لكن انت مش تقول تباري بنات الناس وتعمل ثابت راسله، ده كله والله اثام وذنوب ترتكبها انت وتتحمل وزر امام الله يوم القيامه وتحمل كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤذوا عباد الله ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضعه ويوم في جوف بيته. أصلت مما تستهين بأعراض الناس هتلقاهم في عرضك انت وتقبل، بعدين انت سألك بيت ولاف في بيت، طيب بعدين اختك ولا بيتك لو جاء واحد ساقة ولفه انت بترضى؟ انت ما بتقبل في عرضك، ما بتقبل، عشان كده ما تقبل في اعراض الناس يا اخي. طيب السائل بيقول ما حكم الرمل والودع وقراءة الكف والفنجان؟ واثنين هل يجوز العلاج عند الصوفية بالقرآن؟ الرمل والكف والفنجان والحاجات اللي بتعملها والداعيات دي كلها نوع من انواع السحر وادعاء علم الغيب، وما في والداعيه تعلم غيب، والداعيه ما بتعلم الغيب، واذا كان نبي من الانبياء وكل الانبياء ما بيعلم الغيب تعلم والداعيه؟ والداعيه لا فلا بيقفه بس يعني لا قفه فيها وضع، تيطق الباب كو 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 تلقاك انت ما في والمراه قاعده، طب وين تخش عليهم؟ طب لا يا نار ملك الودع نسبه ما بصدق طوايا يا مجنون شفت، وهي بتعرف الحتات اللي بتدغدغ عواطف النساء والدعية ذات المفتحة، ده ما شغلها بتعرفه كويس. طب واحد يقول اسهل يمي مالك، تقول لا حدا راجل قاعد مع واحدة قاعد وين دي الودع يا جماعة ثانية، ده ما راجلك ولا هو أي حاجة فهمت، تقول له بس راجلك دار يعرف الحقيقة، انت عارف المرأة في الوقت ده ممكن تدفع أي حاجة عشان الرجل ما يعرف، تقول لها بس أديك شنو؟ جيب الخاتم، تكون شايف الخاتم في يده، الخاتم ده جيبيه عشان رجلك ما يعرف، ها؟ أحسن لك فك الخاتم ولا رجلك يجيب لك مرة تنقص عليك الحياة،
جمهور قال خاتم برة ودائرة باطية بتعرف تشيل الغروف كيف شغل بتاع نفس الاحتيال والودائية دي شغالة مع فكي انت قال الودائية دي جاية ساي في فكي بكون قاعد في طرف الحلة هناك شغالة معه الودائية دي من هنا الودائية بتربطها مع الكوبانية الكبيرة هناك مع الشيخ بتقول لها يوم الثلاثاء الساعة 6 تقريبا تجيب جناشاتك وتجيب الشيخ هناك اول ما وصلت الشيخ خلاص الموضوع باص بعدها انت تتوقع كل شيء لما اتصل الشيخ هناك على اي حال الودائية تدعي علم الغيب والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول عنه في القرآن ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون ده النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما بيعلم الغيب تعلم والداعية نفلها بقفة والداعية تعلم غيب فهمت وبعدك تملى لك البيت كذب وتقول لا بيحصل لك كده وبيحصل لك فهمت واذا كان هي شفت تعرف الكذب كيف والجهل ذاته اذا كان اصلا حيحصل لها يعني رجل مثلا حيعرف طيب الودائية دخلها شو مدام اصلا خلاص حيعرف معناه حيعرف حتعمل شو يعني ما حتغير حاجة اذا ده كله من ادعاء الا الغيب ومفترض تفتح فيها بلاغ زي دي يعني في الشريعة الاسلامية الودائية دي بتاعوا راسها ده الشرعي كده جالسة يا لابو فرمت ودع هاي جيبوها طوال القانون القاضي يحكم عليها حكم بالاعدام على الداعية تدعي علم الغيب يجيبوها برا في الساحة انت عارف لو قطعوا راس واحدة بس تاني الباقيات ديلك بيشتت القفة بتاعته كله الواحدة بتقول لك احسن نفتح لنا محل شاي ساي ناكل بالحلال من زمان ما تاكل بالحلال تاكل سم ما تاكل بالحلال من زمان امشي بيع شاي وكل بالحلال امشي بيع اي حاجة تانية بالحلال اوعى تعمل محل بتاع وضع لانه ده من السحر والسحر كفر والصحابة قالوا حد الساحر ضربة بالسيف الساحر سيف بس اقطعوا راسه لكن انا متأكد شفت بلدنا دي متأكد يوم اللي يجيبوا لهم اثنين سحرة واحدة بتكة راجل لما جاي فقيه بيبيح حجبات اثنين وداعية غيرها بيجاي حد كلتون قطعوا راسه في ساحة عامة اتأكد معاي المحلات كلها بتقفل والبلد بتمشي لقدام بس اقطعوا راس هؤلاء المجرمة. طيب العلاج بالقرآن عند الصوفية اول حاجة الصوفية ما بعالجوا بالقرآن الصوفية ما بعالجوا بالقرآن الصوفية بعالجوا بالسحر بتاعهم ده انت كلامي العلاج بالقرآن لا يحتاج الى صوفي ابدا تعالج نفسك بنفسك برات عندك اي الم النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع الانسان يده على موضع الالم يعني عندك حمى او عندك وجع ضرس تضع يدك على موضع الالم وتقول اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق او تقول اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر تدعو بالدعاء ده بس ده ولا داير له فقيه صوفي ما في فقيه هنا فهمتني؟ اقرا القران سوره الفاتحه ما حافظها النبي صلى الله عليه وسلم قال انها الشافيه رقيه دي رقيه اقرا سوره الفاتحه على نفسك ولا على المريض ولدك طفل صغير عنده حمى اقرا عليه سوره الفاتحه الفلق الناس اقرا على المريض وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود كان يقرا على الماء جيب مويه كوبايه بتاعت مويه اقرا فيها وانفس في الماء اقرا الفاتحه وانفس اقرا الفلق الناس انفس على الماء شيل الماء ده اشرب منه انت ولا مريض ثاني يشرب منه ويغتسل منه او يغسل موضع الالم والاذى خلاص ثاني ما في مشكله كده ان شاء الله ربنا بيشفي والقران شفاء لكن الوداك للصوفي شنو؟ تجي الصوفي غير القران اول ما تيجي داخل للصوفي خد بالك معي بتاخذ من هناك انه طبعا الحيران برا شياطين شغالين معاه بالداخل بيقول لك امك اسمها منو؟ قال انت امي مالك مالها؟ يقول لك اسم امك منو؟ وما قال لك اسم امك منو؟ اعرف ده ساحر لانه هم عندهم
الاسمالون ده طبعا ده مبدلني لانه ابوه ده ممكن يكون ما ابوه فهمتني؟ احتمال يكون ده ما ابوه كنا ابوك واحد تاني لكن اسمالون ده مبدلني هم اللي كمان بيتغب عليه اسم الام يا اهل ام ما تهديش الام دي امك يسيبها النص الجين عنده شيطان شغال معاه بعد ذلك الشيطان من الباب يكون جاب له المعلومات بتاعتك يكون دخل له معلومات كامله بيقول له طبعا انا ساميهم في السوق بيتكلموا وحاج احمد داك جايك وحاج احمد ده طبعا عنده بقره راحت بكلم الشيخ اول ما داخل يقول لك ها حاج احمد البقره شالت لقت انت تخوت يدك في راسك يا سلام ابوي الشيخ ده واصل وعلام غيوب علام غيوب بتاع شنو كلم الشيطان بتاعه شعر كله متجلد فهمت كلامي علاج الصوفية ما عنده علاقة مع القرآن ولو عالجوك برضو سحر وبرضو ضلال وما تمشي تتعالج عندهم طيب سائل بيقول هل عمرو خالد والمغانصي وراغب السرجاني والسويدان والعريفي ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب وغيرهم هل قال الذين يغلوا تابهم في الإعلام هل هم من أهل العلم الذين استفاد منهم أم لا دل ما من أهل العلم دل أخوان مسلمين كلهم عريفي حسان مغامسي كلهم دل من جماعة الإخوان المسلمين وهؤلاء يفسدون ولا يصلحون ولو بتسب في دل بضيع دينك والسلف قالوا إن العلم ديني فانظروا عمن تأخذون دينكم ما تأخذ دينك من أنصار هؤلاء تأخذ دينك من الصغار انت فتحت تلفزيون ولا فتحت قناة ولا تسجيل دار تسمع اسمع للعلماء الناس الناصحين اسمع للشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان فهمت الشيخ صالح النحيدان علماء الشيخ الألباني غير من أهل العلم كتار اسمع لهم اتعلم دين صحيح لكن تقعد تسمع لمحمد حسان بيطلعك ثوره بعد شويه امر قول الثوره وهذه الثوره المباركه وشباب مصر الابي التقي النقي مرق الشباب هناك خربوا مصر كلها وافسدوا في مصر ويقول لك دعاة دعاة الى الله دين دعاة لنفسهم ودعاة للشيطان فهمت ما عندهم علاقه مع الدعوه الى الله السائل يقول كنا في الخلع اي في الزراعة مع جماعة من الصوفية التجانية انت وقفت مع التجانية وش نراح جال وجاء وقت الصلاة وتيممنا وصلينا وجاء وقت الولد قالوا ما يجوز لنا ان نذكر جمرة الكمال بالتيمم بالله قلت لهم كيف نصلي بالتيمم ولا تذكروا بالتيمم اول حاجة انت الفان في الاول البوتت مع التجانية وش نراح ما في حاجة بتخليك تمشي مع تجانية ابدا لانه دال في الدنيا ما بينجحوا ما بيربحوا الدنيا زي ما بيربحوا وفي الاخرة اذا ماتوا على العقيدة التجانية دي ده موضوع بايظ لانه العقيدة التجانية اصلا مبنية على كذب قال جاني جدي رسول الله في المنام وما جدو احمد التجاني ده من المغرب مغربي النبي مغربي النبي قرشي يا اخواننا قرشي من قريش انت قال جاني جدي رسول الله في المنام واعطاني صلاة الفاتحة في دين يا اخواننا بدو في النوم كده نسألكم انت لقاك دين في النوم يعني اذا كان الدين في النوم انت جاك الليلة ادك صلاة الفاتحة انت يقول لي تعال اذكر بصلاة الفاتحة ليه اذكر بالفاتحة بتاعتك الفاتحة دي مش اداك لانت مش اداك لانت ده خلاص انا بنوم برضي خليك جيني صلاة برا اسم القافل ما انت ما ممكن انا اشتغل بعنومك انت ليه انا ما بنوم انوم براي وديني دين براي اصلا ما عندي قد الشغله الدين ما من الرسول اي زول يجي دينه براي وخلي بتاعك يا احمد طياني معاك ما تقول لي جاني رسول الله لا انا برجع لمن يجيني براي انا برجع لمن يجيني براي والدين صلاه براي تخصني انا بتاعت الدين تخليها معاك كل حاجه نبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي اثنين وخلاه لنا زمان قبل ما يموت عليه الصلاه والسلام ترك لنا كتاب منير وترك لنا سنه انا اجي بعد ذلك
مي أحمد التجاني نام وجاته صلاة الفاتح، أو جاته صلاة الفاتح صاحي ما نايم، جاته صاحي جاته نايم، كل ده بالمناسبة إحنا ما عندنا أي علاقة معه، فهمت؟ وده ما شرع بالنسبة لنا. المهم أن التجاني هذا اللي ما في داعي تمشي معه، والصلاة بتاعتهم دي كم صلوا بالتيمم إذا فقدوا الماء ما في مشكلة صلوا بالتيمم. قال جوهرة الكمال ما قال ما بيقروها بالطهارة الترابية إلا بالطهارة المائية. ليه جوهرة الكمال دي بالضبط يشنو يعني؟ يشنو بالضبط؟ ها؟ إذا كان دي يا أخي أنت التيمم ده بالطوفي حول البيت، التيمم بتصلي بالصلوات الفريضة، الفريضة أنت بتصليها بالتيمم، وعلى الذكر بيحتاج إلى طهارة؟ خليك من جوهرة الكمال، الذكر عموما هل محتاج إلى طهارة؟ سيب جوهرة الكمال، القرآن الآن لو داير أقرأنا قرآن من حفظه، بس داير أقرأنا من حفظه، هل يفترض أكون طاهر؟ ومش خليك ترابية، لا ترابية ولا موية، كله، هل يفترض؟ داير أقرأ قرآن صحيح، أنا ما طاهر ذاته، فهمت؟ أحدثته وهو طلع من الحمام. وده يقرأ سورة تقول هو الله أحد، ما بيقرأ تقرأ طوال وتحفظك، الما بيدور ما تمس المصحف، المصحف انت ما طاير ما تمسه، لكن كونك انت على جنابه صغرى ودار تقرأ قرآن تقرأ عادي جدا من حفظك ما في حاجة، ولا من الموبايل اقرأ ما في مشكلة. إذا كان القرآن بتقرأه طيب ليه جوهرة الكمال ما تقرأ إلا بطهارة؟ شوف جوهرة الكمال دي لو اتطهرت في البحر الأبيض المتوسط كله ما تدوس تقرأ، خليك طهارة ما هي ولا طهارة ترابية. لو اتطهرت باي حاجه، لو جبت ديتول فهمت، وبعدين جبت الليف الكراشه اللي اتكرشت بيها واستحميت بالبحر الاحمر كله فهمت، وانت بعد ما بدوس تقرا دوره الكمال لانها بدعه، فهمت كلام؟ دي بدعه يا اخي ما بدوس، لكن ده تراويح ساي. سؤال بيقول هل يجوز الحديث عن علماء اهل السنه؟ كيف يعني؟ حديث عنهم في شنو؟ حديث بالخير يجوز هاي بتكلم عنهم بالخير، علماء السنة زي العلماء القدامى الأئمة الأربعة ابن تيمية ابن القيم ابن رجب الحنبلي ابن كثير، دين علماء الأمة القدامى وغيرهم كثير، والعلماء المعاصرين زي ابن باز والعثيمين والألباني وعلماء الأمة المعاصرين كلهم تكلم عنهم بالخير. أما أنت لو قاصد اللي نظرت عنهم أنا قبل شوية ديل وديل ما من علماء الأمة، ديل من بتاعنا أخوان مسلمين، أخوان مسلمين ما علماء الأمة، دايما اخوان المسلمين ده لو لموا فيك انت ما عارف شرهم، اخوان المسلمين ده الناس شر. وداعش دي ما هي الا سيئه واحده من سيئات الاخوان المسلمين، اصل مش الدنيا كلها مظلومه في داعش؟ اللي بتسال كله داعش، الله يلعنه داعش وعمله وقدره، ده لا داعش ده شنو؟ دي سيئه واحده من سيئات الاخوان المسلمين، فهمت؟ داعش دي جات من وين انت غير؟ اتحداك جيب لي مفكر ما يغشوا هذا في التلفزيون، وهؤلاء صنعتهم امريكا، وهؤلاء صنعتهم روسيا، طبعا مهاويس في راسكم ده ولا شنو؟ داعش من جماعه الاخوان المسلمين، ما تلفوا الدور كثير، ده تعرف داعش؟ افتح كتاب جلال القران لسيد قطب، الفكر قاعد هناك، كتب حسن البنا، كتب المودودي، انت كتب سعيد حوي، كتب عبد القادر عوده، هذه الكتب التي اخرجت داعش، وانت قال داعش دي في سوريا هناك والعراق وراء، هنا في واحدين قاعدين هنا، لكن ما لاقين فرصه فيك بس، قاعدين في البلد دي معاك، والله ده اللي يلقوا فيك فرصه يبقوا جوا الجامع. طب قالوا ما قاعدين هنا، والاخوان المسلمون هم الشر الاعظم. دين ما لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، والله يضحوا الايمان في المنبر فوق. مش اخوان مسلمين؟ والله يضحوا الايمان في المنبر فوق. كل يعملوه ما يخاف الله في بني ادم لا مسلم لا كافر، اخوان المسلمين هم الشر. عشان كده الفكر بتاع داعش والافكار دي كلها انا بعمل الاخوان المسلمين، لكن الناس ما عارفين بس يكوركوا صاير ثاني الاعلام ما عارفين الحاصل. طيب جيب الكرتونه، في الكرتونه قال سؤال مهم. طيب قال عندما اكون راكب المواصلات بسمع مديح المصوفة وبذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أصلي أم لا؟ مثلا مدحة الحجو حجو يا رسول الله شو؟ أول حاجة دي بلوى ذاتها، نحن شو مبتلين، نحن كسودانيين مبتلين بأنه أنت لما تركب المواصلات
انت عارف بيشغلنا كوره في الاول مرات كده، الواحد بيشغلنا قران ده الصبح، شغلنا قران مسافه كده ده ل 10 دقائق طوالي قفل القران، شغل لك اغنيه فهمت؟ انت ممكن تكون عندك تدين تقول لها غلط الله وقف لها الغنى، ولكن ولا انا وقف لها الغنى هي دنيا بس. وقف الغنى وشغل لك مدحه الحجو حجو وانا الذي في زيارته هو ويا رسول الله شو اخير ودى اللمين الجبال ده. قول له رجع ودى اللمين احسن من ده. لانه ده دبلت عقيدتك يفسد عليك العقيده المديح بتاع الصوفيه ده، لكن في النهايه انت الحكم العام موجود، يعني اذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، ده الحكم باقي، لكن انت حفله زي دي لو نزلت منها افضل، انزل اركب لك حفله ثانيه الله يعدل عليك.